وللمزيد من المتابعه والتحليل ينضم الينا هاتفيا الدكتور احمد ابو اليزيد استاذ الاقتصاد الزراعي. دكتور احمد، نجدد نرحب بك معنا عبر شاشه التلفزيون المصري. الزراعه تعني المياه وتعني ايضا الغذاء، كيف يمكن الربط بين تحديات الامن المائي والامن الغذائي؟ زي ما حضرتك تفضلت في التقرير الكريم، طبعا لا انفصال بين الامن المائي والامن الغذائي، كلاهما تكملة لمفهوم واحد، لأن الماء هو أصل الحياة. نعم. لما هنتكلم على المية يعني هنتكلم على مجتمع حياة بالكامل، سواء يشمل الزرع، يشمل الإنسان، يشمل حياته بكل تفاصيلها بما فيها زراعة وصناعة. ونحن الآن نتحدث في ظل تحديات عالمية شديدة جدا، بنعاني من تغيرات مناخية فيها جموح، ولهذا هذا الزخم الكبير وأهمية المؤتمر الخاص بأسبوع القاهرة الخامس للمياه، وبنتكلم تحت شعار المياه في قلب العمل المناخي، ونحن على الآن على دخول للكوب 27 شرم الشيخ، فلابد أن تستغل هذا المؤتمر الهام العالمي المنعقد بمصر، ودمج قضية المياه ضمن العمل المناخي من خلال التركيز على القضية دي، قضية حق من حقوق الإنسانية. يعني لما نتكلم على حقوق الإنسان، المياه داخل العمل الذي يتعلق بحقوق الإنسان والفرد والبيئة والمناخ والزراعة. احنا بنناقش النهاردة دول في أفريقيا أو في العالم النامي، هذه الدول ليس لديها المقومات الخاصة بالابتكارات والتحديث، والتي يجب أن تقوم الدول الأخرى بمسؤولية مجتمعية دولية بأن تساهم في حل هذه التحديات. ومن هنا كان هذا اللقاء اللي هيركز على عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى الخاصة بالمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية، لمتابعة التقدم في قرارات المجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة اللي تم عقده في يناير الماضي، وهيعقد المنتدى الثاني للاستثمار في مجال المياه ما بين البنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي، عشان بيهدف لدعم كافة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي في قارة أفريقيا. والكلام ده مش هيتم إلا من خلال تحسين سياسات الاستثمار في المية، إن المية أصبحت قطاع كبير، يعني لابد من التركيز على الاستثمار في المياه، وعلى الأخص في البلدان الأفريقية والبلدان اللي بتعاني من شح في المياه وندرة في المياه، من خلال تعزيز سياسة التمويل والاستثمار في هذا المجال. والكلام ده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الدول التي لديها ابتكارات ولديها تقنيات عالية. ويمكن مصر احنا شفنا في الآونة الأخيرة السياسات اللي اتبعتها مصر، زي ما تفضل الدكتور أشرف في اللقاء اللي سبقني واتكلم في كلمة سيادة الرئيس، لما اتكلم ان مصر تولت على عاتقها مشروعات قومية كبيرة، هذه المشروعات هي الهدف منها ترشيد واستدامة المياه ومواجهة الندرة، لأن احنا عندنا أصبحت مصر تعاني من تحديات. احنا نصيب الفرد انخفض من 2000 متر مكعب سنويا إلى ما يوازي 500 متر مكعب سنويا، وهذا يعني أننا دخلنا إلى محور الندرة. وليس مصر فقط، بل هناك دول عديدة دخلت في مجال الندرة، ولا بد من تكاتف المجتمع الدولي من خلال الابتكارات ومن خلال السياسات ومن خلال كل ما هو يعمل على تخفيف من هذه الظاهرة والتكيف من أجل مواجهة هذه الندرة، عشان نقدر نعدي بالكلام ده، لأن هذه التغيرات المناخية برضو بيقابلها تحديات كبيرة جداً، وممكن تأثر لي على، احنا عارفين السيناريو بتاع غرق الدلتا وكل المناطق المتخمة للبحر الأبيض المتوسط والبحار اللي فيها مياه مملحة، ممكن مستوى هذه البحار يعلى،
لو ارتفع مستوى البحار نتيجة لارتفاع درجة الحرارة هيبدأ حضرتك المية دي تزحف على الأراضي وتعمل لها عملية تمليح، وبالتالي هتأثر على الزراعات اللي متخمة للبحر الأبيض المتوسط وكذا البحر الأحمر. نعم. وبالتالي حماية الشواطئ هي أمر هام جدا، استغلال الموارد الطبيعية وإعادة تحلية المياه. ويمكن احنا شفنا في مصر في الآونة الأخيرة مشروعات كبيرة جدا اتعملت في مصر خاصة بمحطية محطات تحلية المياه، زي ما شفنا تحلية المياه في مدينة نويبع وفي أبو زنيمة وفي مدينة دهب وفي راس سدر وشادر عزام، ومحطة تحلية مياه البحر اللي اتعملت حضرتك في شمال وشرق الدلتا، كل محطات هذه التحلية بالإضافة إلى المشروعات القومية اللي اتعملت اللي هي محطات معالجة مياه الصرف الزراعي زي ما شفنا في محطة بحر البقر اللي هتدي تصريف يومي 5.6 مليون متر مكعب، وبيقام أيضا الآن أكبر محطة تحلية أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي بمدينة الحمام اللي هتخدم لي على المشروع بتاع الدلتا الجديدة اللي هو قوامه 2.2 مليون فدان. كل هذه المشروعات الغرض منها هو الاستفادة القصوى من المياه وترشيد استخدام المياه أيضا من خلال المشروعات القومية اللي خاصة بتحديث عمليات الري، سواء من ري وتحويل الري من ري بالغمر إلى ري بالتنقيط إلى ري بالرش، عشان يبقى في استدامة للمية ونعرف نعمل بيها تنمية زراعية في المساحات، عشان نحافظ على سياسة الاستدامة الزراعية في ظل مناخ التنمية المستدامة. إذا نحن نتحدث عن شعار المياه في قلب العمل المناخي، وبإذن الله الكلام ده هيبدأ يطعم ونشتغل بيه كمحور أساسي في مؤتمر المناخ العالمي المنعقد بشرم الشيخ كوب 27 بإذن الله. هذا فيما يتعلق بالداخل من خلال الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، ولكن إقليميا ودوليا، وفي إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023 القادم والذي أشار إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بعد توقف دام عقود، هل نحن بحاجة أو إلى أي مدى نحن بحاجة إلى تغيير في القوانين الدولية التي تحمي مصادر المياه؟ زي ما حضرتك تفضلت، نحن نتحدث عن قضية هامة جدا لها علاقة بمحور حقوق الإنسان. الماء هو حق أساسي للإنسان، وطبقا للاتفاقيات الدولية وفي الأمم المتحدة أن على كل أن من حق كل مواطن أو فرد على مستوى الكرة الأرضية أن يحصل على ماء نظيف ويحصل على غذاء. فإذا نحن نتحدث الآن عن قضية ذات صلة بحق أصيل من حقوق الإنسان وحق الوجودية. نحن نتحدث عن قضية لابد أن ينتشر بها الشفافية والعدالة، لأن الماء للجميع وليس لفرد أو فئة معينة أو دولة معينة، ولا بد أن نأخذ في ذلك عدم الجور على حقوق الدول في هذه المياه، ولا تعتبر المياه سلعة يضغط بها سياسيا على دول أو يتم تحويلها إلى ورقة مالية، لأن هذا حق أصيل من حقوق الإنسان مثلها مثل الأرض، مثلها مثل المسكن، مثلها مثل الهواء. نعم، الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.